الكيكة ديالنا ها هي طابت، وغنحاولو نزينوها شوية ديال الكوجي وشوية ديال الزبيب وشوية ديال كرونبيري والعسل، غندهنوها بالعسل ونزينوها ونقدموها بالصحة والراحة. ثم كي جات باللوز ومفخفخة ورائعة ومقوية، يعني غير طريف منها راه مقوي. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اي مازال سخونه، خاصها تبرد وعاد الانسان يتناولها. ثم اذا منين تبرد يمكننا نتناولوها بالصحه والراحه. اذا نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونتمنى تجربوها، وهذا هو التقديم ديالها نهائي. بعد ما نزوقوها بالعسل، ندهنوها شوية بالعسل ونقدموها إن شاء الله بالصحة والراحة.